الله معكم. شعنين مبارك لكل يلي عم يحضرونا اليوم. اكيد وصلنا على اخر جزء من سلسله حلقاتنا المتتاليه يلي عملناهم نحن وبير جوزيف سويد كان رعيه مرتا. اليوم هيك حاسين ب يعني زعلانين انه خلصوا هالحلقات لانه كانوا عن جد عم بيغنونا ابونا روحيا كثير. نحن كيف اذا المشاهدين والناس اللي عم نلتقى فيهم، فبدنا نشكرك على كل هالايام يلي عملتوها. ان شاء الله يكونوا عم بيقطفوا ثمار هالاحاديث لأنه الإنجيل بالنهاية كلمة حياة، وحلو الإنسان يقطف كلمة حياة ويمشي ويعيشها قديش بيقدر يعيشها قديش بينتلي من الله. نعم، مشان هيك نحن وصلنا كنا حكينا للرتب يلي ممكن من بعد الشعنين رح بتكون بكل الكنيس إلا رتبة الملك لله يلي هي خاصة بكنيسة ورعية مرتا إلا. كمان اليوم وصلنا تنحكي عن خميس الأسرار، الجمعة العظيمة، سبت النور، وأحد القيامة يلي كلنا ناطرين أكيد، ويلي كل الناس صامت وقطعت وهيك يمكن أخذت لها بمحل معين عهد على حالها أنه تعمل إيماتة على بعض الأشياء. اليوم رح تتوج كل هالأشياء بالقيامة. قبل ما نفوت بتفاصيل خميس الأسرار بدنا نحكي عن الصيام المقبول. الصيام المقبول أنا بتمنى أنه الناس يقروا بسفر أشعيا اللي بيحكي عن شو هو الشيء المقبول عند الرب انه يكون الانسان صيامه مقبول. اول شيء لازم يكون عم بيكسر خبزه للجياع، عم بتشارك مع بمياته بافكاره بطيبه قلبه، عم بتشارك مع الناس انه يكسر نير العبوديه. لانه في كتير ناس نحن بعدنا بنحكي عن العبوديه بنتذكر ايام موسى وايام الفرعون وكذا، بس لا، في كتير ناس مستعبده اليوم، وفي كتير ناس عايشه حاله زحفوتيه. زحفوتيه يعني بيروحوا زحف عند اسيادهم بيرجعوا زحف من عندهم. وبامرك سيدنا عايشين حاله عبوديه، ونحن كمان انه هالحاله اللي بدنا نطلب من يسوع المسيح يعطينا القوه انه نكسر هالنير، النير اللي بخلينا اوقات اذا بدنا نحكي بدنا نحكي بلسان غيرنا، واذا بدنا نفكر انت ما تفكر انا بفكر عنك. بتعرفي الدعايه، انت ما تحكي نحن بنحكي عنك، انت لا ما تبدع لانه ما عندك مجال انك تبدع، نحن بنعمل عنك، انت انسان بس تفرج. اللي عم يتفرجوا كتار اليوم، الصيام المقبول هو انه نشمر عن ايدينا وننزل على ارض المعركه، هيك بتقول مير تيريزا، هيك بيعملوا كل القديسين. الصيام المقبول هو انه الانسان يحس انه عن جد عم بتشارك بكل شيء ربنا عطاياه من ابداع، من فن، من وزنات، من حتى من اشياء خاصه لإله. يعني بيبقى ربنا مخصص انسان بهيدي بهالوزنه خليني اسميها، بده يجرب يحطه put it into action، يعني نحطه على أرض العمل بالواقع حياتنا اليومي. شو هو الصيام المقبول؟ الصيام المقبول بحسب أشعيا إنه كل شيء اسمه ظلم لازم يوصل للأنت تبعه خلص، وكل شيء اسمه حقد لازم يطلع منه الإنسان، كل شيء اسمه ضغينة كراهية، كل شيء اسمه فضيلة لازم يعتنه الإنسان. فصومنا تيكون مقبول هو وقت اللي الإنسان بيعيش الفضيلة الإنجيلية، بيعيشها بيوميات حياته، وبيبلش أكتر شيء تيصومنا يكون مقبول بقوله بأول نهار مدخل الصوم. إذا حبيت أنك تكون صايم فرض وجهك صح وابتسامتك. يعني أنا بتمنى أنه ما حدا يتلاقى فينا بزمن الصوم كنت بحب وقلناها بأول الصوم صح، إلا وعن جد يتلاقى بيسوع المسيح من خلال نظرته، من خلال عيونه، من خلال ابتسامته، ومن خلال عمله اليومي، عمله اللي هو عمل يسوعي بامتياز. كنت قلت مرة هيك شغلي برجع بذكر لأنه هيدي كنت عم مرقن الصوم المقبول. إذا ربنا عطينا عينتين، وإذا ربنا عطينا دينتين، إذا ربنا عطينا إيدتين، إذا ربنا عطينا إجرتين، بس عطينا لسان وعطينا قلب واحد صح. وقت قلت ليش العينتين، حتى عين ضل صوبه وعين على القهر والجوع اللي موجود صح. وارجع انقل له الصور to capture، القط الصورة وانقل له اياها. يا رب انا بصلاتي اليومية بقول له يا رب مش انا اللي عم شوف، انت عم تشوف من خلالي، قلي شو لازم اعمل وقلي كيف بيسوى اعمل. يا رب مش انا اللي عم بشتغل بايدي، ما انت عم تشتغل بايدي، مشان هيك قلي كيف لازم اشتغل. يا رب ما تقبل انه ايدي يتلوتوا بعمل شر، بعمل رشوي، بعمل بشع، بعمل سرقه. لانه اذا ايد بايدك، يعني ايد هيدي اليمين حطيتها يميني بيمينه، وحطيت ايد الشمال عم بلمس
مثل ما بيقول موريس عواد ملحن له غنية، يا إيد اللي عم تمسح غبرة فقر الفقرة، خلي قمرك يرشح أيام مزهرة، يا بيت اللي ما عندن بيت لصوبك قلب التجا، خلي اليمكن واليريت يصيروا بيته في رجا. بقول إذا إيدي بإيد يسوع المسيح وإيد التاني عم تمسح، لأنه هيدي إيد يسوع عم تمسح غبرة فقر الفقرة، هيدي إيد يسوع ما بعرف قديش هالإيد بتقبل عحالة أن تكون إيد ملوتة. وإذا قلبي عن جد عم بدق على إيقاع واحد بيقدر يدق، مش على عدة إيقاعات، ساعة بدق مع الشر وساعة بدق مع يسوع. هون في شغلي بسفر الرؤيا بيقول مثلا الفصل 3، بيقول يوحنا وقت كتب سفر الرؤيا هالرؤيا اللي شافها بيقول انه يسوع قال له اخالك لست حارا ولست باردا، فاترا اكاد اتقيأك، راح استفرغك. قرر انت شو بدك، ما فيك تكون ضدي ومعي. من ليس معي فهو علي، من لا يجمع معي فهو يبدد، فهو ضدي عم ببدد. بقى الصوم المقبول هو ان نكون قديش فينا نكون مع يسوع المسيح بمواجهة العالم. حلو. على أمل كل حدا منا اليوم يكون صيامه مقبول، يكون فعلا هالفلس يلي ادخره بإجة إذا فينا نقول اللي عايزين كمان يكون حطه بمحل ما لازم، أو يكون وجهه للكنيسة لأنه بتعرف أكتر بالفقراء وبالناس المحتاجة. ما رح نطول حكي بهالموضوع، رح نفوت دغري لخميس الأسرار، لأنه هالأسبوع فعلا كل الناس بتعيش حالة رهبة مثل ما قلنا، والأحد بعد الشعنينة كلنا يمكن يلي توجه على الكنيسة شاف المصلوب ووفتنا بجو من الخشوع ومن الرهبة. خلينا نحكي عن الخميس الغسل أبونا. خميس الأسرار هو بسموه الأسرار لأنه في يسوع أسس الأسرار. نعم. الأسرار اللي هني سبعة: سر المعمودية، سر التثبيت، سر التوبة، وسر الإفخارستية، سر الزواج، سر الكهنوت، وسر مسحة المرضى. نعم. سبع أسرار. وأهم شيء تيتأسسوا هالأسرار كان بدنا كاهن، مشان هيك يسوع دخل إلى العلية وأخذ الفصح، بيقول شهوة وحدة اشتهيها يسوع المسيح أن يأكل الفصحة، أن يأكل الفصحة مع تلاميذه. بقى خميس الأسرار يسوع المسيح رسم التلاميذ اللي كانوا معه على الميدان، رسمهم كهنة العهد الجديد. الكهنوت القديم انكسر، رح نشوفه مع قيافة رئيس الأحبار كيف انخزق توبه بتمزق التوب. يعني عمليا صار في كهنوت جديد، كأنه عم ننهي ما بين الكهنوت القديم والكهنوت الجديد. مشان هيك تأسس بخميس الأسرار الكهني، والكهني اللي رح يسمعوا من يسوع اذهبوا تلمذوا كل الأمم عمدوهم وعلموهم إلى ما هنالك. فإذا هني هالكهني رح يصيروا يعطوا الأسرار، بما أنه هني كمان أساقفة، يعني يعتبر بطرس أسقف لأنه هو الصخرة، وعلى هذه الصخرة الذي بنى يسوع كنيسته. هالأسقف هو اللي بيعطي سر الكهنوت، وكل الأسرار تنبع من سر الكهنوت. فإذا حلو كتير نعرف أنه هو خميس الأسرار. شو بيصير بخميس الأسرار؟ يسوع كان مع تلاميذه وقتها قبل ما يصير العشاء، نزل ركع على إجرين تلاميذه، كان طلب منهم تشط، وكان طلب منهم المنشفة، اعتذر بالمنشفة، يعني اعتذر جاي من كلمة وزير، كان عم بيعمل خدمة. يعني اليوم مثلا لو بيعرفوا إخوة الوزراء أنه وزير جاي من كلمة وزراء اللي بيحط الخادم، واللي حط يسوع المسيح وقال لهم بدكم تكونوا أنتم عظماء، العظيم بيناتكم بده يكون لكم خادم. فإذا اعتذر بالمنديل وبلش يغسل أقدام تلاميذه. ليش؟ لأنه كان بده ينقيهم تيقدروا يشتركوا بالإفخارستية اللي كان بده يعملها. شو يعني إفخارستية؟ إفخارستية يعني ذبيحة الشكر، أو يعني كل شيء اسمه إفخارستومين عند اليومين معناتها ذبيحة شكران، أو شيء وقت بيقول ميرسي، شخص بيقول شكرا. يعني حلو كتير أنه يسوع كان بده أنه مش بس إجريهم يكونوا أنقياء، أقدامهم أنقياء، كان عم بيقول لهم أول شيء عطاهم المفتاح، مفتاح الملكوت اللي هو التواضع. وبتمنى على كل المؤمنين يعرفوا أنه مفتاح سر محبة الله لنا هو أخلى ذاته، تواضع، اتضع، ومش بس أنه تجسد، بعد نزل أكتر، نزل عند أقدام تلاميذه. وهون بدي ذكر أنه اللي رفض أنه يركع للشيطان لأنه طلب منه يسجد، سجد لي بعطيك ممالك الدنيا كلها، كل هالشي هالدمى المتحرك اللي أنا عم حركهم بأفكارهم، عم بعصف بأفكارهم بلسناتهم، تعرفي قديش لسناتنا جهنمية شيطانية نارية، عم
بعصف بأفكارهم بعيونهم بأجسادهم الشهوة والشهوني وإلى ما هنالك والفجور وكل شيء حتى بلساناتهم. يسوع المسيح قال له عم ما تجرب الرب إلهك، مش أنا اللي بسجد لك، لله وحده تسجد وإياه وحده تعبد. هيدا اللي رفض يسجد للشيطان بالتجارب، أول بداية رسالته، بآخر رسالته يسجد بيركع بينحني قدام جبلته وجبلة إيديه. وهون بدي أقول شغلي قبل ما أنساها، تراباتي تذكر ملامسك الأولى وتهتدي، كتبها بيرمونس ترتيلة أستغفرك، حلو أنه نرتلها. قديش عن جد نحن التراب، أبناء التراب، الله بيسجد على إجرين تلميذه اللي حبهم وبيغسلهم إجريهم تيكونوا أنقياء. وقت الوصل اللي عن بطرس بده يصرخ، بطرس بيعرفوها، كل الناس بيعرفوها، مين العوذ بالله ما بقبل أنت تسجد وتغسل لي إجري. قال له إذا ما غسلت لك إجريك ما رح يكون لك نصيب معي، فإذا مش بس إجري وراسي كلني سوا غسلني. شو كان بيقصد من هالشي يسوع؟ عم بيقصد بس أنه بده يفوتنا بمنطق النقاوة. أنت نقي بتقدر تشترك بالأسرار الإفخارستية. وهون بدي افتح إلى لين صغار، تقول بولس كان أو الرسول بولس كان واضح وقت قال كل مين بيتناول جسد ابن الإنسان وهو على غير استحقاق، يعني منه نقي. شو المنه نقي؟ يعني قلبه مش نقي، مشان هيك هو بيتشابه مع الفريسيين انه بتطهروا الخارج وباطنكم مملوء خطف ومكر وخبسنة ورياء وكذب واللي بدكن ياه. نعم، هيدا الخطف والشر اللي موجود فيكن. كيف فيك تتناول جسد الرب؟ اذا تذكرت ان لاخيك شيء عليك وانت جاي لتقدم قربانك، دع قربانك، اذهب صالح اخاك ثم عد وقرب قربانك. فاذا يسوع المسيح كان بده اياهم يكونوا مستحقين، ما يكونوا مثل يهوذا الخاين اللي لوت ضميره وافكاره، لوت حاله اكثر من هيك، شال باصابيعه ثلاثه، شال الخبزه شقفة غطصة بصحن يسوع المسيح. عم تاكل من صحن يسوع المسيح يا صديقي وتروح تسلم ابن الإنسان؟ يا ويله هيدا اللي بده يسلم ابن الإنسان، كان الأجدر لو لم يولد، بقول الإنجيل. رائع، هيدي كانت تحذيرات ليهوذا، يهوذا ما تلقفها لسوء الحظ. فهون بتشوفي خميس الغسل، من بعد ما تغسلوا كلهم سوا تنقوا، يعني نقالوا قلبهم، نقالوا نظرتهم ليشوفوا الإشي أزبط. يعني شو معناتها؟ أنه الكاهن عم بيطلع بالخمر وبعدهم خمر قدامه، بس قدر من خلال هالنظرة الإلهية اللي نقحت على المي صار سيارتها خمر، الله عم بينقح عيونه على الخمرات اللي بالقداس. وكل قداس اصنعوا ذلك لذكري، كل قداس عم بيصير اينما صار باي بقعه من العالم، هالخمرات عم بيصيروا دم يسوع المسيح. فتصوري شو حلو رنا انه اليوم يسوع المسيح عم بيعطينا انه عيون جديده تنشوف بسر ايماننا بطريقه مختلفه، نشوف بعيون يسوع المسيح. عم بيعطيني فكر نقي، عم بعطيني لسان نقي. تصوري أنا اليوم عم بقول خذوا كلوا هذا هو جسد الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يكسر ويبذل لمغفرة، عم بقول كلام يسوع بذاته، ولكن أنا لساني ملوت، أنا بسب، أنا بكرفت، أنا بتعوج بلسان. كيف ممكن؟ كيف ممكن أنت تروح تبشر باسم يسوع المسيح ولسانك لسان جهنم منه لسان عنصري؟ كيف ممكن؟ كيف ممكن أنا أمسك جسد يسوع بإيدي وأنا إيدي وأصابيع ملوتين بعمل أعمال مشيني؟ كيف يمكن؟ فإذا مجموعة إشياء حلو الإنسان يفكر فيها. بيجي خميس الأسرار حتى السمية تبعه من بعد ما غسلهم إجريهم، سر الحب اللامتناهي والتواضع، التواضع اللامتناهي، بيكسر الخبز والخمر معه. بعد ما سوري ابونا عم بيغسل له اجرين، عم ببوسه، ببوس اجرين، عم ببوس الاجرين، يعني صحيح. انه كثير ما فيني اقول لك. واصنعوا هذا كل مره بدكم تعملوا هالشيء، انتم كمان بدكم ترجعوا تعملوه، بدكم ترجعوا تعملوه باحدى الكنائس، وما بدي اقول وين لانه يمكن في أحد المطارني كمان قال هالشي مش كتير يعني، بس أحد الأباء مثلا طلب من الناس يجيبوا هيك طشط وكل واحد منهم يغسل إجر
أو إجرين الأشخاص الموجودين حد وكذا بالكنيسة، صوري هالمجموعة. هذه يمكن تصير ضمن إطار أخويات أو منظمات رسولية، إطار صغير بس بكنيسة بعدد كتير كبير، صوري كل العالم جايبين معهم. ليه؟ لأنه هو مش قادر يغسل. لا مش هيك، بس لأنه كان حب أنه يعيشهم سر التواضع ويقول لهم أنه أنتم كمان بتكون تعملوا هالشي مع عائلتكم مع أولادكم. حلو أنه كمان تغسلوا إجرين بعضكم البعض، هيك طلب يسوع أصلا. بس الجامعات الكبيرة أكيد ما بتصير. حلوة الفكرة. خلصت، خلص العشاء، العشاء السري بنسميه. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، عند إخوتنا البيزنطيين. بالآخر بقول ما بدي يكون مثل يهوذا اللي سلمك، ما رح أقبل أنه أنا أغمس إيدي وأصابيعي بصحنك وأرجع بعدين بوسك بوس الخيانة، بوس اليوداسية. مشان هيك الواحد ببوس إنسان وهو عم بيخونه بقول له انه ابي قبلة تسلم ابن الانسان. معقول تكون هالقبلة قبلة الخداع، قبلة قبلة الخيانة، قبلة نابعة من قلبك الاسود؟ هذا يهوذا. انا هون عملت كتبت بمجلة كيف تبع الشبيبة حياتنا الشباب قديما، كتبت يمكن 3 صفحات حلوين كتير، وتأملت بيهوذا الخاين وكل اللي عملوا يهوذا، مشوار يهوذا كله سوا. وطلبت اخوتي، قلت لهم لشبيبة لبنان، شبيبة الألفية الثالثة، قلت لهم يمكن المطلوب اليوم انه ما بقى تعيدوا ويكون معلمكم يهوذا، بالعكس بحب انه يكون معلمكم يسوع المسيح اللي باس اجرين تلاميذه ما خلى او ما تقبلوا تكونوا مثل يهوذا الاسخريوط اللي باس خد معلمه وسلم سلم للموت. بقى تصوري بقول له يسوع بالإنجيل يا صاحبي أو يا صديقي، أبي قبلة يا صديقي، شو حلو أبي قبلة تسلمون من الإنسان. مش بس أنه أبي قبلة يا صديقي، أنت صديق، أنت رفيق المشوار، أنت كنت عم تسمع تنفسي أنا وعم بنام، أنت عم تسمع حشرجات قلبي، أنت عم بتشوف المعاناة اللي أنا عم بعيشها، أنت عم بتطلع فيي، أنت الأقرب، أنت عم بتدافع عني وعمل لي بادي جارد، أنت اللي رفقتني صباحا ومساء، أنت اللي سمعتني وقت اللي كنت عم بوشوش إشي ما بدي أقولها للناس، كنت عم بوشوشكم، أنت هيدا، أنت اللي جاي تبوسني بوسة الخيانة. لأنه دغري من بعد ما صارت خميس الأسرار انطلق يسوع على بستان الزيتون. بتعرفي عادة بيقولوا المثل الشرقي تتعشى وتمشى. هو تعشى وخرج إلى بستان الزيتون، مش لحتى يطبق المثل، لا، بس إنه راحوا على بستان الزيتون. وهونيك بتعرفي الإنسان الآكل ومتقل أكلته عايش هيك بغمر أحداث كبيرة، تلاميذ نعسوا وناموا. كذا مرة يسوع يوعيهم يا شباب قوموا سهروا معي ساعة واحدة، طالب منكم تسهروا معي ساعة، نحن معك يا معلم شوي. يروحوا يغفوا بقى، وبالآخر بيقول لهم ها هو الذي يسلمني على الباب، صار واقف، خلصنا، قوموا شوفوا. وصارت كل أحداث التسليم. بعدين فتنا على بيلاطس، العدالة الزيفة، الكربيج، الهرج والمرج، الضحك، الفقع، الخبسنة، الرياء، كله بلش من خميس الأسرار وراح معنا الجمعة للساعة 3 عند موت يسوع. وبعدين دخلنا بسبت النور وأحد الأيام. نعم. وهون بلشت الأحداث، أحداث كتير قوية تصير. أبونا الخميس وقت كان يسوع عم بيتعشى مع تلاميذه كان عارف إنه رح يسلمه. صحيح. هو كان حس إنه الوقت. بس هل يعني إذا واحد اليوم بيرجع بيتخيل المشهد قدامه إنه قاعد معهم عارف إنه رح يموت تيخلصنا أكيد، عارف إنه يهوذا رح يسلمه، يعني هل وبقي معهم للأخير، رجع راحوا معه على بستان الزيتون، يعني هون إذا فينا نقول إنه نحن كمان يوم بهالمساء، مساء الخميس إذا فينا نقول، كيف ممكن كمان نعيش رعويا؟ بعيشوها كتير بطريقة حلوة، كل الرعاية نشكر الله منه، بيزوروا الكنيس السبعة تعبيرا عن قبول للأسرار السبعة بحياتنا. قديما كانت إيجارية غير هيك، لأن كان في مقامات، كانت تنزار المقامات ينعمل زيحات، ولكن اليوم بيقدروا الناس يفوتوا على الكنيس وبكل كنيسة يشكروا ربنا على سر من الأسرار اللي نرسم.
إذا بيعرفوا الأسرار السبعة بكل كنيسة بيشكروا ربنا على السر اللي عطانا إياه واللي منه نحن عم نقطف وعم نتغذى وعم نكبر. وبلا الأسرار الكنيسة مش موجود. الكنيسة تركزت بنت على الأسرار. بقى حلو أنه بخميس الأسرار نشكر ربنا بكل كنيسة على سر من هالأسرار. وأكيد بدي إياهم يتذكروا مثلا بالمعمودية يصلوا على نية عرابهم وعرابتهم، على نية الناس اللي كانوا موجودين يمكن ما بيعرفون بس أنه العائلة تبعيتهم، يصلوا على نية أنه هن صاروا أبناء الآب بهالنهار، ويا رب قويني حتى أكون عن جد عم عيش حالة البنوة. أنت اللي أعطيت ابنك للموت يا رب قويني أنا أكون ابنك بالمقابل، ما أكون مثل برأبس. برأبنس ابن الآب، بار أبا صح. بار ابن الأب هو الآب، ابن الآب اللي أطلق سراحه. ما تخليني يكون مثل هيدا المجرم. يعني بعرف أنه أنت بإطلاقك لبر أباس أنه هو روح سلمت ابنك للموت. أنا بحب أنه اليوم يا رب أشكرك لأنك عم تغفر لي بعدك وعم بتسمحني بعدك وعم بتعملني مثل بار أباس المجرم الخاين اللي ما بعرف شو، اللي كان قاتل واللي كان قلبه أسود مشحتر إذا بدك مفحم. بالرغم من كل هالشي يسوع ابنك افتديه. بقى يا بي السماوي أنا بشكرك على نعمة تبني، على نعمة قبولك لإلي، على نعمة ما بعرف شو. كل سر بدي أشكر ربنا. قديش أنا غميق باللهوت وبالهيدا بفوت ما بقعد هيك. والناس أوقات عن جد صلبنا إنا وإشنا وطلعنا الناس غريبين. يعني بسألهم كتير، كنت أسألهم لأنه كنت أنا من الأشخاص اللي يعملوا كمان هالدرب. أحب أبرم. كنت أسألهم لأصحابي كنت بعد مصر خوري شو صليتوا؟ صلينا بيت من المسبحة. خي فيك تصلي بيت من المسبحة مطرح ما بدك وإمتى ما بدك. بس بهيك أوقات أنا ما فوت بصلي بيت من المسبحة. أنا بحب أقول للناس فوت وشكر الله على سر من الأسرار وعيش السر. يعني غمض عيونك عيش تفاصيل هالسر. وبالنهاية أنه أنا اللي لبسته، عم بلبس يسوع المسيح، لبست الثوب الأبيض، ثوب النقاء، ثوب الكذا. يا رب يعني خلي يكون في حوار. هو اللي كان طالب منه أسهر معه ساعة، أنا عم أقضي وقت معه هالوقت. عشان هيك أوقات كمان بعد من زيارة الكنائس بيجوا بيقضوا ساعات. ليش؟ تيقول لي يسوع إذا تلميذك يا رب نعسوا وناموا أنا ما رح نام، باقي معك سهران معك. طب شو عم بحاول أقول؟ عم بحاول أقول له للرب يا رب حابب كون تلميذ من تلميذك بس مش مثل تلميذك نعسوا وناموا. أنا بعرف قيمة بعد 2000 سنة صرت بعرف أنت شو هني بيومتها. يمكن كانوا بعدهم عم بتسائلوا عم مثل واحد هيك عم بيدوق دواء. نحن اليوم انغمسنا بسر الخلاص. خلينا نعرف أكثر. حلو كتير حلو أبونا كتير اللي عم تقوله. إن شاء الله هلأ لأنه حلقتنا رح تعرض نهار الخميس إن شاء الله. كل الناس اللي عم يحضرونا كمان يقدروا فعلا يتعمقوا هالقد وبكل كنيسة اسم الله كنيسة جديدة البوشيس الدكتار بكل كنيسة يقدروا يشكروا ربنا على سر من الأسرار ويصلوا أكيد. وأنا رح أعمل هيك شربل كلنا. الخميس الجمعة منوع الصبح أصلاً. ما بعرف ليه نهار الجمعة عطول بحسة الدنيا واعية غضبانة، الطقس هيك منه كتير منيح، تحس غيوم بهالسما، كلنا متوجهة نجيب زهور أو إكليل زهر تنحطه على رأس يسوع بس ينزلوه عن الصليب. الجمعة حزينة كتير وهي جمعة الحزينة اسمها يمكن صحيح. ربنا يعني مش بالهيك بالصدفة تسمت. خبرنا أبونا عن يعني هالصليب، هالتقل، هالمعاناة. يعني قربت ساعة يسوع، عارف حاله شو ناطره بكل هول الأشياء. نشكر الله أنه كان في جمعة العظيمة يا رنا. لو ما في الجمعة العظيمة ما بعرف شو كان رح يكون. في شيء بيعطي هالتنفار بامتياز. أنا قلت لك ووعدت إخوتنا المشاهدين أنه رح أعمل شيء عن جد حلو للجمعة العظيمة، خميس الأسرار جمعة العظيمة. واللي عملته هو أنه هنجد أخذت وقت للتأمل. عشت الجمعة العظيمة قبل ما تجي الجمعة العظيمة. نشكرك لأنه كمان رح تكون يمكن منا بدي فقي لوعظتي بنهار زياح الألام، زياح الصليب اللي بيصير. الناس بيسموه دفن المسيح. مسيح ما في شيء اسمه دفن المسيح. على كل حال نحن عندنا رتبتين بمرتق للساعة 11 والساعة 3. نهار الجمعة ببلش أول شيء ليتورجيا، ببلش الساعة 8 بأغلبية الكنائس 7:30 أو 8 برتبة بسموها رسم الكاس اللي هو القداس السابق تقديسه. هو القداس الوحيد اللي ما بيشبه ولا قداس بالسنة. كتير قليل العالم اللي بتشارك فيه لأنه بيشاركوا بدفن المسيح. هيدا رسم الكاس يومتها يعني آخر قداس عمل هو خميس الأسرار. صح.
كسر الخبز نعمل قداس، بقي منها الخبز للجمعة العظيمة. الجمعة العظيمة ما في قداس، القداس هو سابق تقديسه، يعني تقدس نهار الخميس. أنا باخد من الخبز والخمر اللي بقي نهار الخميس خاصة الخبز، وبرجع بقدس قداسي وبناول الناس كل الخبز الموجود، ما بيضل فيه ولا فتفوتة خبز حتى ولا ببيت الأربان. شو حلو، يعني أنا مثلا اليوم عندي مرضى بناولهم هلأ، خلصهم قبل نهار الجمعة العظيمة. الجمعة العظيمة ما عندي أربان ناوله، لأنه القربان الشهيد نحن منقول ما أرهبها ساعة وكذا، بعدين منحكي عن الأربان الشهيد. الأربان الشهيد مصلوب ومعلق، منه موجود، منه عم بيحتفل بقداس، منه عم بتقدم، هو بعمق عمقه عم بيقدم، يعني كل اللي انحكى اصنعوا ذلك لذكري عم بيصير يحو عم بيصير. هلأ هو أنا ما بقى بيجي بعمل الشيء، لأنه ديجا نعمل وعم بتأمل بالسر العظيم. مشان هيك نهار جمعة عظيم بنقرأ أربع أناجيل، متى مرقس لوقا ويوحنا، شو قالوا عن هالجمعة. وشو حلو وقت الواحد يا رنا بيقعد قدام من بعد ما يخلص رسم الكاس. نحن بالرعية بنعمل الساعة 9 على 10 ونص 11 إلى ربع تقريبا مسيرة درب الصليب، مع تأملات غميقة بحضروها الشبيبة. بنعمل مسيرة درب الصليب كما الصبح. كما ايه نحن بعده قبل الظهر بنعملها الساعة 11 بنبلش برتبة الرتبة دفن، او نحن بنسميها زياح الصليب. وعندنا رتبة تانية ساعة 3 كمان زياح الصليب. بعدين بتدخل كنيسة بحالة هيك الانتظار، حالة الصمت، كل شيء بيصمت. مثل ما قلتي الدنيا حزينة، ما تنسي رنا اللي عم بتقوليه 100% مزبوط. يعني تصوري انه حتى الانجيل او اللي ترجى المارونية، خليني بلش قبل ما احكي عن الانجيل، بتقول اللي ترجى المارونية بترنيمتها خاجلا غطى الديجور، عريا المصلوب من ظلماه قد أعطاه ثوب المسلوب. هذه مزمور قراءات. إذا بيتأملوا بس خجل النور غطى الديجور، ديجور يعني الظلام، خجل النور، ما بتعرفي إنه الشمس انطفت. ليش انطفت الشمس في وضح النهار الساعة 12 الظهر؟ انطفت لأنه يسوع المسيح هو نور العالم، أنا نور العالم، انطفى، عم بينطفي على الصليب، بضل النور عاطي وهجه. مشان هيك بيقولوا أنه وتأكدوا منا علميا، يعني وقت رجعوا لهالأيام صار في نوع من إكليبس كامل للشمس بهذا التاريخ. فإذا إجا شيء خلى الشمس تنطفي، خجل النور، خجل النور، غطت الظلام، عريا المصلوب، المصلوب العريان على الصليب، من ظلمة الكون من ظلماه قد أعطاه، كأنه عم بردله لهالإنسان اللي خزقوا له تيابه، اللي عم بيكتروا على تيابه، اللي عروه، عم بتردله مجده وتقوله أنا بغطيك. يعني تعرفي الأم وقت بتقولهم تركولي ما تشلطوا له تيابه عن جسمه، تركوه أنا بشلوا إياهن. إذا أنت عندك شاش على جسمك وفي جرح، جرح غميق، بتيجي بتشيل الشاش، قديش بتشلطيه شلط، قديش بتوجع القصة. تركوه، تركوا له تيابه، ما انتم خزقتوا له جسمه، وهالتياب اللي لابسه صار مثل الشاش ملزق، ما تشلطوه شلط دخيلكم، انا بشلو اياه، انا بحبي مع كل تبويساتي، خليك بعيدي يا مرة. شوفي هالحدث، رح اقول لك شو كتبت ومنعيش شوي شو قالوا اباء القديسين رنا، ومنعمل تامل انا وياكي، لانه عن جد بخاف انه بس هالشي يسمعوا لي درعيتي. بحب كل الناس أو أغلب الناس اللي قاعدين بالمنطقة يسمعوا. أول شيء في عنا لقطوا أخذوا عند قيافة، عند قيافة منعرف شو صار، كيف خزق توبه، خدوا عند بيلاطس بدنا نحكم عليه، ووصل عند بيلاطس كتبت. بيلاطس قال يسوع بري بس رح أجلده وقفلته. وأنا كمان يا رب حس إنه في شخصين، واحد بحبك والتاني بيجلدك. يا ما مرات تركت الشخص الأول اللي فيه معلق بتعليقة التياب بالبيت، شو قلال المسيحيين اللي بيفلتوا من تعليقة التياب. شو في تخاذل، تراجع، برودة، انحلال، استزلام، نخنخة، كتار مثل استلزوا بالسكوت وبصموا على كتير قرارات اتخذت بغيابهم. قلال اللي بيعطوا كل وجهن وبيضحوا قدام كم فريسي، كم واحد قلن كم فريسي، كم واحد قلن كلمة بس بالنهاية أنا مع يسوع المجلود. كيف ما رحت بشوف حالي مضيعه، صار لي زمان بفتش عنه وما لقيت إلا أرجع لعنده، وليش بعدني عم أجلده، قليلي بري بس عم بجلده.
عم بجلدوا بأفكاري، عم بجلدوا مثل ما قلت برودتي أوقات، بتراجعي، بتخاذلي، بانحلالي، باستزلامي، بتحزبي، عم بجلدوا ليسوع المسيح. شو صار فيه بسبسات بهالدنيا بس رح أجلده، هيك بقول بيلاطس. عم بقول شو صار فيه بسبسات بهالدنيا، قديش صار فيه أنصاص نص مواقف مثل أنصاف الحلول، مثل ما لا تطخها ولا تكسر لها مخها، هيك كان بده بيلاطس. بس كمان نحن منقول شو منعمل، شو منعمل إذا كان راسنا كبير ما بينخ، ما بينكسر قدام الحكام المكسورين والقضاة المنحرفين عن العدل والعدالة؟ كيف بيقدروا ينسجوا مواقف وأنصاف حلول تماما مثل بيلاطس اللي استرجى يعلن أنه رح يجلد البراءة المطلقة؟ نحن مش لازم نكون هيك رنا، وياما قدام الناس جلدنا الحقيقة اللي بيعبدها قلبنا يعني يسوع، وياما عشنا بوجين قدام المراجع العليا. هون شخص عنده نفوذ ما بدنا نزعله، منحط له كرسي قدام وتعا تفضلوا أهلا وسهلا فيك، ومصف النخله، بينما ربنا كمان مات عن هودوليكي اللي أنت مش شايفهم ومش عم تلكشهم. هيدا ما بدنا نخسره، هيداك رح يضحك علينا إذا حكينا اللي بقلبنا. قال شو؟ جينا نبكي على الرب، الرب ما بينبكى عليه، بس نحنا مين رح يبكي علينا؟ بتتذكر يسوع على درب الجلجلي شاف العزارة اللي عم بيبكوا وقال لهم ما تبكوا علي، يبكوا على حالكم وعولادكم من بعدي. هيدي نبوءة نحنا عم نعيشها اليوم رنا. كم قرار كبير بطرحوا علي باللحظات السخنة الحامية، وهربت ورحت اتخبى واتلفلف ورا الضباب، ضباب الكذب والافكار المطعوجي. بلا انا وانتو لابسين وجين، وج بحب ووج بيهرب من اللي بيحبه. برباس حرامي عتيق، حرامي عتيق متهوم بجرائم قتل من قطاع الطرق، مقطع موصل. بتخيل هالمشهد، بيلاطس واقف بين اثنين، مجرم ومتهم، متهم بانه حب الناس، ما بعرف شو التهمي، متهم انه خلص الناس، شفى الناس، حرر الناس، متهم بانه قال عن حاله ابن الله، متهم بانه قال له نطفوا هالبيت، بيتي بيت صلاة يدعى، انتم جعلتموه مغارة للصوص، متهم بانه عم بفتش على النقاوي. مين بدكن؟ مين بتنقوا؟ مين بتنقوا تعفوا عنه؟ هيك بيلاطس عم بقول. شو رأيكم بهيك حاكم مقتنع ببراءة زلمي بس عم بخير الناس بين متهم ومجرم؟ وفجأة رسالة مكتوبة على لوحة من كلاوديا مرض بيلاطس، بتقول له عذبني بالليل، اوعى تعمل له شيء. الشيء انها قامت من النوم كتبتها، ويمكن قبل ما تغسل وجهها من الليل كتبت اللي شافته، بتقول بري دمتك منه، هذا زلمي خطير، رجال بصرته بنومي، واليوم عم بتعذب كتير بسببه عم بتعذب كتير. القديس أمبروسيوس بيقول كأنه من خلال هالحلم الله حب يبعث نتفة نور مثل إنذار لبيلاطس، بيركز أكتر على العذاب اللي تعذبته كلاوديا نيالة لأن تعذبت كرمال المسيح، وهالعذاب كان سبب خلاصنا وقداستها. كلاوديا اليوم مثل كتير من النسوان اللي عم بيضحوا كرمال يسوع اللي حررهم من ظلم الرجال، وبعدهم حاملين صليب اسمه الرجال القوي المستبد اللي بياخد كل شيء بالقوة. وبتعرف ان احنا بنحكي عن العنف بالمنازل، قديش يا ربي في بيلاطوسيين بحاجة لمرة مثل كلاوديا حدن. بيقولوا المرة بتلعب له براسه للرجال غلط، اللذة والشهوة والرجولية الضايعة هي اللي بتلعب بروس بعض الرجال، وكفى بيلاطس مسرحيته. مين من هالتنين بطلق لكم بتنقوه تحرروا؟ الأوادم كتار، بقول عنهم النبي زمرة من الأشرار أحدقت بي، وكمان النبي بيقول كنت محاوط بعصابي من الكلاب، صاحب المزمور يعني إذا بنرجع للمزامير، زمرة من الأشرار أحدقت بي، أو زمرة كنت محاوط بمجموعة من الكلاب، زمرة من الكلاب. تصوري قديش كان قاسي الإنجيل مع اللي كانوا تحت أقدام الصليب مثل الوحوش عم بيطلعوا بفريستهم وعم بيتهموه وعم بيقولوا له إذا كنت الله نزال عن العرش، نزال عن عن, عن صليبك، هذا هو عرش يسوع المسيح. صرخوا صلبوا أطلق لنا برقبة. شو هالمشهد الفاجر لنا، السفق بالكربيج. إجا الوقت انه يسوع ينوجع بكل جسمه.
اللي ما عدا وجهه المفجم على الضرب وملطخ بالبزاق بعد ما اندقر، وبين لحظة واختها رح يتخزق من راسه لكعب جري، كله سوا رح يتخزق. الكرابيش الرومانية مجدولة، واللي بيروح على روما بشوفها كيفية مجدولة من جلد قاسي، مربوط براسه انشقف عظام أو قلل من حديد مروسة. منشوف من أول ضرب الجسم كيف بيتخزق، وشقف لحم ودم علقوا على راس الكرباج، شي طايروا بالفضاء، شي على الأرض وتحت صبابيط الجلدين، والجلد فوق الجلد، الخزق حد الخزق، العروق تقطش وصار الدم ينوفر ويصفي والجلدين يجلدوا، وجهن الطرطش بالدم. كل الناس حضرت The Passion of Christ، يمسحوا الدم عن وجوههم ويكملوا اللبد، جلد صريخ، هيصة حمراء، هيجان جاي من اللزي، إنهم عم يجلدوا. فقع من الكذب ومن الضحك بيوجع أكتر من الجلد، وشقف رصاص وكساسير العظم عم تنخر هالجسم، عم بيغرزوا باللحم، يخزقوا، يردردوا، يفجموا، يفجموا العظام كلهم سوا. شريعة اليهود بتسمح بتسعة وتلاتين جلدي مش أكتر، شريعة روما قد ما الجلاد بده يصفق ويضرب عنده القرار بين إيدين الجلادين. مشهد الجلد مؤلف من فصلين، بيقول موريس عواد بإحدى كتبه جد الساعة يا بيي، بيقول فصلين بدون أنتر أكت، ما في أكت بيناتهم، أنتر أكت بيناتهم. أول فصل بيجلدوا الضحية على ظهره وبيضلوا يجلدوا على ظهره تيقع على الأرض ويسبح بدمه. بالفصل الثاني الكرابيج بتسلخ على وجهه صدره وكل باقي جسمه المطعوش، ضلوا يجلدوا تما يبقى ولا مطرح بجسمه مش مخزق أو هيك. بس هيك بتتحقق النبوءات. يا يسوع بشوفك أنت ومربوط على العمود، عمود بعده موجود اليوم بروما، أعظم من لمن كنت على جبل طابور، أبيض مثل التلج وعم توهج بالنور. وتتكمل أو تكمل فصول دراما الألام والمسرحية، اسمعي شو صار. بيقول من بعد ما فكوه عن العمود جروه مثل ما هو، شبح أحمر حطوه على كرسي منهنة، وبما أنه ملك آلة ديكار والزخرفة كانت ناقصة ولازم تتركب بسرعة، العرش، المشلح الأحمر من كم ماشي مخزقين موسخين مدعوس عليهم، إذا بدك كان بيسوى ما ينحط مشلح. ليش؟ لأنه بشوف أنه جسم يسوع صار كله مشلح أحمر، كله مخزق، جسمه ولحمه كله صار رقعة حمراء. راس فاضي حطوا له تاج، شو هالفكرة؟ إكليل ملك، بعد ناقص صولجان، نجابت القصبة ونحطت بين إيدي قصبة يابسي. ديكار المشهد الهزلي اكتمل، ما عاد ناقصه ليسوع شي. بتصور صاروا يمرقوا بالدور واحد ورا التاني، يركع العسكري قدامه ويقول له شلومه شلومه، يعني السلام، السلام إلك يا ملك اليهود، ياخد القصبة من إيده يصفق فيها عراسه ويفقع من الضحك. وهكذا المشهد استمر. العسكر الروماني اقتاد يسوع لعند الوالي وفكر لوهلي بيلاطس أنه اليهود مش رح يكونوا وحوش لحد أنهم ما يتأثروا بس يشوفوه. ما نطر ولا دقيقة، أخذوا من العسكر وحطوا بوجهن جسمه رقعة حمراء كله سوا. بيلاطس اطلع بهالرجال وصرخ بأعلى صوته إيك شي أمو، هيدا هو الرجال، شو بدكن أعمل فيه؟ بتصور هون شو أقولكن بعد؟ بيسترجي حدا منا نحن رجال اللي رح يسمعوني اليوم، يسترجي يقول عن 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 حاله أنا رجال، بدنا نكون رجال أنا وكل إخوة رجال، بدنا نطلع بهيدا هو الرجال ونقول يا هيك رجال يا بلع مثل هالرجال. وهون المرجلي مش إنه نستقوي على المرأة ونرفع صوتنا على الولاد ونتسلط عليها وندفش فيها، يا هالرجال الرجال قديش في ناس مضيعينك وقديش في رجال مستحيين يطلعوا فيك وأنا واحد منهم. ولما بيلاطس انصدم بطلب الشعب اللي عيونه مفنجرة بتشرقت حقد وعهر، لمعت براسه فكرة وحدة، فكرة يمكن هي وحدة قادرة تخلصه من الورطة. جيبوا لي مي وغسل إيدي، أنا بري من دم هالبري. وهون مشي يسوع درب الجلجلي. أولكن وقت المشي يسوع درب الجلجلي، درب الجلجلي بعدها عم بتجلجل بأعماقنا مثل ما نحن منقول. صليب يسوع هو التخت السري اللي أنا سميته العرش، مطرح ما الكنيسة رح تولد من قلبه المطعون بالحربة، لأنه قلب يسوع المطعون بالحربة يومتها ولدت الكنيسة. إخوتي صليبه هو الشجرة اللي رح تتدل عليها أشهى ثمرة، هو يسوع المسيح.
ومثل ما حواء الأولى قطفت من شجرة معرفة الخير والشر وطعمتها طعمتنا الخطية، مريم رح تقطف لنا الثمرة من شجرة الصليب والطعمينا يسوع ابنا اللقمة الحلوة. يسوع ما حمل صليبه، يسوع غمر صليبه. أنا بشوف ميل جيبسون صور المشهد بطريقة كتير رائعة، وقت اللي خلى يسوع يغمر صليبه مثل شي مشتاق لغمرة حب أو حبيب. حمل الصليب هو يمكن الأدومية بدي سميها، اللي بتوصلنا لهالفن، هالفن الصعب اللي اسمه وجع. يا مسحق هالعالم، إخوتي تعالوا نتعلم نحمل صليبنا وكأننا حاملين شغلة بتشرف وبقلب كبير، لأنه ما في شيء بيقوينا إلا فكرة الصليب اللي هو نار، نار بتطهر الوجع وبتحط فينا روح الترسل والترهب. ما فينا نكون رسل بدون ما نحمل صليب، وما فينا نحمل صليب بدون ما نكون رسل. الإشارة انعطت، البواق نفخت، موكب الموت أخذ طريقه صوب الجلجلة، ويسوع بالكاد ركاب وقادرين يحملوه. ظهره من حني مطعوج ملطخ بالبزاق، رايح يكمل قصة الموت، رايح يكمل، وعيونه عم تتطلع بالناس وعم بتشوف شو عم بصير لحظة ولحظة، قادر يتطلع بإجرين الناس ومش قادر يشوف بقى شي. هالدم والعرق اللي عم بينسكبوا على عيونه بشوفهم هيك عم بينزلوا من هالتاج اللي محطوط على راسه، بغمقوا إذا بدك التقل على جفونه وبيضربوا شرايين الراس. نحن إذا في حب براسنا منشوف قديش راسنا ويجعنا، كيف إذا أكليل شوك كله هيك مغروس براسه، مثل كأنه واحد حاطت شغلة وعم بيمعس الراس، الراس ممعوس معس بهالتاج اللي عم بيخرق أكتر وأكتر بالشرايين بعصب الدماغ. وبحس إنه عن جد هالدم مش بس عم بينزل نزول، عم بنوفر حتى من الدماغ، ما بعرف قديش دماغه كان قادر يتحمله. بشوف هون كمان اليهود قديش الوحشني لوحلي، هيك بحس واحد بيلاطس إنه هالوحشني اللي عم بتصير كأنه ما عم بيتأثروا فيها، عم بيشوفوا إنسان مخزق، إنسان هالقد رقعة حمراء مش متأثرين. منشوف هون قديش يمكن نحن اليوم بس نصير ماشيين درب الجلجلي، بعدها بتقلنا إنه نمشي درب يسوع المسيح، بعدها بتقلنا إنه نحمل صليبنا بفرح ونمشي ورا. أقولكم الناس شو عم بيعملوا بهالمسيرة؟ خلينا نشوفهم شوي هيك، عم بيصلوا، عم بتناقشوا، مثل وقت منكون ماشيين بزياحاتنا على الطرقات. رنا هيدا شوف الشعنين مبارح، انت عم بتصلي، انت هيك حاملي حالة وقار رهبة ماشي ورا المسيح، وناس يمكن في كتير ناس بكتير مطارح عم تحكي عن السياسة وعم تحكي عن الزعماء وعم تحكي عن القهر والحالة الاقتصادية، ما بعرف. أنا بشوف الناس كان مفترض تكون عم بتصلي، وإذا بدو يمشوا بدرب الصليب درب الجلجلة يروحوا ويصلوا. وقت اللي بنحمل الصليب، الصليب الحقيقي، رح نشوف حالنا وحدنا. أقل حركة فيها ارتخاء بالإرادة أو عني رح يقولوا جبان. وحده رجال ضيعتلي، طيب بسيط، هذا سميناه ضيعتلي، هو اسمه سمعان وحامل اسم بطرس. بطرس اللي هرب، رنا اللي ما بعرف كيف كان، مثل كأنه انشلط عن يسوع وصار قاعد عم يفتش عن حاله مضيع حاله، هو اللي رح يتدفع على نار، على جمر نار غريبة عن نار معلمه، بدل ما يجي يتدفع على معلمه نكره. بتعرفوا شايفينك معه، لا 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 مش أنا، مش هيدا أنا. راح صار يتدفع على نار غريبة، على جمر غريب. بشوف هون سمعان مثل كأنه أخذ دور سمعان بطرس. سمعان جاي شخص ضيعتلي، جاي راجع من بيته أو راجع عبيته، راجع من الشغل، وقفوه وأمروه يحمل مع المحكوم الصليب. قال لهم في ناس كتير هونيك يا خي، شوفوا أنا، ليش أنا؟ ليش بتكون أنا؟ لأنه اللي بيحمل صليبه رنا كانوا يعتبروه إنسان أول شيء مش بس محكوم، نجس، إنسان متهم، إنسان يمكن حتى ملعون. ملعون كل من علق على خشبة. بقى ليش أنا بتكون ياني يكون الملعون؟ قالوا له في أنت وبدك تحمل الصليب، وصرخوا بوجهه. قال طيب، ولأنه رجال طيب حمل الصليب.
رجال من سيرينا، ضيعة بسموه سيراني من سيرينا، لأول وهلة سمعان السيراني ما فهم شو عم يعمل، قديش أنه حامل صليب المعلم، صليب الخلاص. في إشي ما بنفهمها إلا نحن وراجعين، ما بنفهمها بوقتها، بنفهمها مأخرين. الرجال اسمه اسم بطرس وسمعان، أما بيعرف شيء اللي ما كان بيعرف شيء من هالقصة، حل محل سمعان بطرس اللي كل القصة كانت بين إيدي، وبكرة رح يحمل هو قصة القيامة بطرس، بس انحرم من أنه يحمل الصليب عن معلمه، ورح يجي نهار يقول لهم أنا اللي ما كنت مع معلمي حامل الصليب وماشي معه، ما بستحق ارجع اتعلق مثله على الصليب، إذا بتسمحوا لبوني. مشان هيك انصلب upside down، يعني إذا بدك راسه لتحت وإجري لفوق، لأنه رجع خان معلمه. مش بس خانه يوم ما حمل الصليب، يوم ما حمل الصليب وكان هربان، كمان خانه وقت اللي هرب من روما، وقت اللي كان كبر بالعمر وقالوا له هروب. وهون بنعرف قصة الكوفاديس، وينك رايح يا يسوع، وينك رايح؟ قال له فيت انصلب عنك، وكلتك بإخوتك خرافي ونعاجي ووكلتك فيهم، هربان من روما، أنا فيت أرجع أنصلب عنك عن جديد. واختفى يسوع على طريق روما، رجع وقال لهم ما بستاهل، أنا خنته مرتين. بقى بحب كتير نتذكر هالشي. درب الصليب بنحكي عن مرأة اسمها فيرونيك. هالمرأة استرجت تخرق الموكب، موكب العسكر، وتوصل ليسوع. عطيته قلبها، عطاها وجهه، نيالك فيرونيك. كتار من بنات أورشليم فضوا عيونهم من دموع، خبروا بدموعهم حب وإيمانهم قد ما دموع واللغة والصوت بيساعوا. ويسوع مش قادر يرفع راسه، عقد ما صار راسه تقيل شد طلوع، ومن قلبه قال لهم يا بنات أورشليم ما تبكوا علي، بكوا على حالكم وعولادكم، رح تجي أيام تخلي الناس يقولوا نيال النسوان اللي ما عندهم أولاد. يسوع فهمت شو عم بتقول، كنت عم بتقول لهم ما تبكوا على علي، انتوا رح ترجعوا وتعيشوا جلجلتكم، وهودي طالعين صوب النور، كل واحد بده يمشي صوب النور بده يرجع يمشي جلجلته. وصلبوه، وقت صلبوا الانسان بيعيش اتعس لحظات حياته. تصوروا معي المحكوم، المحكوم عليه بالصلب، مش بس عم بيحرموه من الحياه، عم بيحضروه مشهد موته لاخر لحظه واخر حركه. اول حركه من الصلب، الجلادين كما شو يسوع سلخوا له تيابه الملزقين على جسمه اللي صاروا شقفة من جسمه، سلخوا له جسمه عن جسمه. ويا عدرا سامعك عم تصرخي فيهم، ومع ابنك عم بتقولي آخ وقف عنه، عم بتقولي وقف أنا بشلحهن، بس الجواب معروف، هلأ مش وقتك، ابنك ما عاد إليك، صار ملك السلطة وثلاث أرباع ملك الموت. الجنود اللي عم بينيموا يسوع فرشته على العرش تبعه على مخدته بدي سميها الخشبية، تفاجأوا. هذا الرجال ما بيقاوم، غريب، بيفتح إيدي ما بيقاوم ولا نتفي، لبل هذا الرجال ساعدنا تنصلبه، بس نام على الصليب قدم لهم إيدي. وجه وقت المسامير، من أول ضرب المسمار خزقت العروق، هيدي تخزق كأنه بتفصل الإيد عن الإيد، بتخزق العروق وبلش الدم ينوفر. المسمار فتح ممرق بين العظام، عظام الإيد، وتاني ضرب المسمار فات بالخشب، التالتة والرابعة المسمار ختم الجرح اللي انفتح بالإيد. وبعد الإيدين مسمروا له إجريه. الفصل التاني هو الفصل اللي بيخزق الجرجرة، الشقولي، التمتيع، وكتير التمتيع اللي صار، المسامير بيوسعوا الجرح أكتر وأكتر، يعني بياخدوا مطرحهم أكتر، وعظام الإيدين شي بيتكسروا وشي بطقوا. المرحلة الثالثة والأخيرة مدتها 48 ساعة وبلشت، الجسم عتقله نزل، مطرح المسامير بيوسع أكتر وأكتر، العروق كلها بتتقطش، اللحم بيتخزق، وصار يسوع مثل ما قال عنه أشعيا النبي، جرح واحد كله سوا من برا لجوا، نبوءة على أيام أشعيا النبي. الشمس تخمر له جروحه، تيبس الدم عشفونه، العطش افترسه، وصارت كل أخاته ما تطلع معه إلا عطشاني، شفافه ملزقين على بعضهم. أحد رجالات الكنيسة اسمه سناك بيرسم عذاب الصليب، بيقول الصليب هو إنك تضلك تموت أكتر من الوقت، جسمك ينحل من كتر العذاب وتموت، وكل أعضاء جسمك يتحطموا عضو وراء عضو، وتفضى من الحياة نقطة ونقطة.
ولما يسوع تعلق بالفضاء بين السماء والأرض، العتم غطى الأرض كلها. القديس جيروم بيقول هون الشمس سحبت نورها، ما استرجت تطلع بيسوع المصلوب. القديس لوون بيقول كل عناصر الطبيعة حسوا كأنهم انخرقوا بالمسامير اللي معلق فيهم يسوع المسيح. القديس برونو بيقول يوم ولادته صار الليل نهار، وبس مات صار النهار ليل. الإنجيل قال العتم غطى كل الأرض، خجل النور مثل ما قلت لك، غطى الديجور عري المصلوب، من ظلمة الكون قد أعطاه الثوب المسلوب. عتمت التني صحيح تتقول خجلوا معي، منهم قالوا مشهد الجلجلي بفزع غريب مش قادرين نتخيله، يمين يفزع ويعرق من معنا ونتطلع بخجل بإلهنا، مثل ما في شغلة أنا ما تأملت فيها بس رائعة جدا رنا بتذكرها كتير منيح وقت كنت إكليريكي كنت أقراها، بيقولوا عن ديس فريم وقت اللي كان يسوع قدام رئيس المخلوع عليه اسم الكهني رئيس الأحبار وسألوا أنت ابن الله؟ قال له أنت قلت. خادم الهيكل بشيل إيده وبيصفقه بالكف، يعني عم بحكي عن اندلفت لأنه شماس ولا شيء. خادم الهيكل اللي بيكنس وبيمسح وبيضبط شال الكف وصفقه إياه. بيقول بوقتها مار فريم السرياني بيقول شايف وكأنه الملايكة خجلوا وغطوا بأجنحتهم وجهن تعبيرا عن أنه الألوهة صفعت، الله انصفع. يا جماعة تخيلوا معي، مش يسوع اللي عم بيموت، هيدا الله اللي عم بيفضى، اللي عاطي الحياة. عم نشوف الله الإنسان عم بيفضى من الحياة. الألوهة تصفع، الألوهة تخزقت، الألوهة تدممت، الألوهة استهزئ فيها، الألوهة تجرجرت وتشقولت، وقد ما بدك خرقتها. كل مفاصل هالكون اللي نحن جبناهن لحتى نعمل اللي ما بينعمل عملناه بالبريء اللي اسمه بريء. أعطوني سطل المي، ما بعرف سطل المي، ولازم يكون على شخص. بعدنا اليوم بنقول شو هالسطلي، شو هالسطلي، يعني مثل كأنه معلق سطل بمخه. شو هالسطل هيدا؟ معقولة انه هيك فاضي هيك بطن؟ عتمت الدنيا. فإذا حكينا عنه وانتو هلأ اللي عم تطلعوا بصليب وعم بتقولوا مثلي السلام لاسمه هو، هو كيف ما كان وين ما كان. ويسوع قال وأنا عندما أرتفع أجتذب إلي كل أحد، شايفه أنا ليسوع، هيدا هو اللي هو، هيدا هو كل شيء معلق بين السماء والأرض. نحن فوق علينا كتير لفوق وهو معلق عم بيخرق. هيدا الصليب اللي خرق قوة الجحيم، مشان هيك بنحكي بسبت النور عن أنه كيف يسوع نزل على أعماق الجحيم. قبل ما ينزل يسوع على أعماق الجحيم دمه نزل على أعماق الجحيم، لأنه خرق بالأرض اللي كان عم بيرويها بدمه على الصليب، وصليب دك بالجحيم. يا رنا بحس أنه هيك مثل كأنه خنجر وعم بتحطيه براس إبليس، بنفوخه لإبليس تتقلي له أنا طعشتك، مش أنت اللي عم بتحقق ربحك، أنا عم بحقق ربحي. مشان هيك بشوف عن جد كيف هالقصة عم بتصير. والمجد لله، نحن دايما نخدم من الرهبان، المجد لله دايما لله. أكيد هوني بتفوتي على كتير إشياء، ما بعرف الوقت عم بيمرق كتير بسرعة، ولكن يسوع جسمه سكت، نعم انمسح باللون البارد، تمه ضل مفتوح كأنه بعده عم بيكمل صرخته صوب السماء والأرض الغرقانة بالعتم. هيدا هو مخلص العالم، شوفوا لوين بيوصل الحب. تأمل كتبته وأخدته، ويمكن تأملت شي من موريس عويد، شي من هون، شي من لهوتي، لحتى نقول عن جد ما فينا إلا ما نتأمل بهيك إشياء ونقول هيدي دراما الألم، سيمفونية الألم. هيدا الشي من اللي عن جد كنت حابب أقوله، مثل ما بدي بس أوصل لنبوءات. النبوءات شو بتقول؟ صرت جرح واحد من إجري لراسي، هاجموا علي مثل الجبابرة ونزلوا في الجرح فوق الجرح. أنا لبننتن مش أكتر، هيدولي موجودين بالنحوي، أنا لبننتن. الخاطيين جلدوني عكتافي، صار جسمي جروح مورمي وبأحزرق، جلدوه مثل آخر الناس، جسمه صار مثل المنصاب بالبرص، حسبناه ذا برص مضروب بالعاهات. فاضي من الدم كأنه شلح نخل مشلوط من أرض يابسة، بقول أشعيا نشفته بتبرم وجهك، هيدا رجال مهروس هرس.
ما بعرف يسوع المطعوج عن نص بهيك بتذكر انه بيذكرني بقوس القدح، هيك الرمز اللي رسموه تيطمننا الله ويقول بموتي انا صلحتكم مع بيي، صلحتكم مع زيتكم، انتو رح تبقوا للابد اذا بتعرفوا تحطوا ايمانكم فيي، اكيد ايمانكم رح يخلصكم. بقى دراما الالام رنا شغل كبير كتير، ما بعرف قديش عن جد قادرين نحنا نقول نسجد لالامك ايها المسيح ونباركك لانك بصليبك المخلص خلصت العالم. بس ما بدي يقولوا الناس خلصت العالم، خلصتني أنا وخلصت العالم، هذه هي القصة كلها. يعني بعد كل اللي قلته أبونا وما في شيء بينقال، يعني فعلا تأمل رائع. ويمكن اليوم كل حدا عم يحضرنا فات هيك وتخيل المشهد قدامه وشاف الصور يلي شايفينها بكتير، يعني إذا فينا نقول شايفينها بباشن أوف ذا كريست، ويلي بيقولوا إنه هيدا جزء صغير من يلي صار بيسوع على المزبوط. بقى هيدي الجمعة العظيمة، السبت بيصير في عنا كمان، يعني يمكن ما عنا كتير وقت. السبت مثل ما قلت بهيك ملخص هو سبت النور رنا، سبت النور اللي بيقولوا انه يسوع المسيح لديساند دو ميسي اوشيال، يعني نزل يسوع المسيح على الجحيم. كل اللي كانوا بحالة انتظار من أول ما تسكر باب الجنة مع آدم وحواء ناطرين تتنفتح باب الجنة، أيمتى انفتح باب الجنة؟ بحب الناس يعرفوا بطعن يسوع على الصليب. هيدي الجند اللي طعن جنب يسوع بيقولوا، كل أباء الكنيسة بيقولوا وقت اللي انطعن جنب يسوع انفتح باب السماء. أنا هون سؤالي الكبير اللي سألته لجامعيين وعن جد بحب قله لكل الناس تأملوا فيه، أولكن هيدا الجند اللي حطه ربنا على باب جنة عدن ليكي بسفر التكوين من بعد ما طرد آدم وحواء، اللي كان حامل رمح من نار أو سيف من نار، مش هو ذاته اللي طعن جنب يسوع؟ إذا هيدا سكر باب الجنة هو ذاته راح فتحه وقال له سيدنا اللي طلبته نفذ. مشان هيك بقول من بعد ما نام لشو لا تطعنوا بتطعنوا جنبه بحربي. نهار الجمعة العظيم بنقرأ أي حلوة كتير أنا بتقول لينظروا من طعنوا، يا رجال هالألفية الثالثة ونساء هالألفية الثالثة وشبيبة الألفية الثالثة، نهار الجمعة العظيمة لا تروحوا تطلعوا بجبينه المخروق بهالتاج، ولا تطلعوا بالمسامير اللي فتحت إيدي وإجراي عوسعن، طلعوا بجنب المطعون. عم بقلكن جنبي رح يفرجيكن قلبي، وقلبي فيه انتو، انتو اللي موجودين بقلبي وبقلبي ما في غير بي، وانتو شوفوا شو بدكم تعملوا من هون وبالرايح، القصة بين ايديكم. هيدي السبت سبت النور اللي فيه يسوع بينزل على الجحيم وبيفتح باب الجحيم وبيقول لهم تفضلوا الى السماء. كل اللي ماتوا قبل يسوع بيلتحقوا بالسماء، واولا اللص التائب اليوم بتكون معي بالفردوس. اليوم يعني لحظة اللي بتغمد عيونك يا صديقي انت رح تدخل مملكتي. شو حلو هالشي، حتى قائد المئة اللي صرخ وقت الشيل خوزته هيدي ممنوع يشيلها الجندي عن راسه وقت اللي بيكون بأرض المعركة أو عم بنفذ شي حكم، شيلها عن راسه وقال لقد كان حقا ابن الله. اعتراف واضح وصريح من العالم اليهودي بأنه يسوع المسيح هو ابن الله، واللي خزقوا له توبوا ليسوع واقترعوا ليه. كنت اتسائل دايما لشو أربع رقع تيقول أنه يسوع المسيح تخيرت تيابه راحت إلى أربعة أقطار العالم، راحت عن كل الأمم لأنه يسوع ترك تخيرته مع الجنود والجندي بتعرف بيتشكل. وهون بتروحي أكتر لقصة سبت النور، أنه يسوع ما ترك ولا بقعة بالأرض، حتى الجحيم مش جهنم عم بحكي عن جحيم، نزل عليه وخلص كل اللي كانوا ناطرين بحالة انتظار تتفتح باب الجنة. يسوع المسيح فتح باب الجنة، هذا سبت النور. وبيجي أحد الأيام تيحكي أجمل الأخبار وأجمل ما عنده أحد الأيام تيقلنا يا جماعة الخير يسوع المسيح اللي مات هو ذاته مثل ما شفتوه على عرشه هلأ قام ورح يقعد على عرش اللي صار بحق له يقعد عليه، عرش المجد عرج القيامة. وأكيد القيامة موضوع كتير كبير، قديش في وقت منحكي وما في وقت من أجله. أكيد بركي بكون عنا حلقة خاصة عن القيامة. أبونا حطيتنا بجو جمعة العظيمة من اليوم. أنا بدي أشكرك على كل هالأيام اللي كنت عم تكون عم تعطينا وقت فيها، بعرف أنه وقتك ضيق بس نشكرك إن شاء الله مني يعني ومن كل المشاهدين، لأنه فعلا عشنا السنة صيام بطريقة جديدة ومتسلسلة. الحمد لله. أنا بدي أشكرك مني ومن أكيد فريق العمل وكل المشاهدين. هذه أسرتنا، أسرت أكيد تلفزيون الصدى. ومع هال اللي قلته أبونا يمكن ما بقى في شيء بينزيد، بس بدنا نقول للمشاهدين إنه يمكن رجعنا نحن
هو القيامة. أكيد. وبكل ما هيك يمكن نقدر ناخد كمان زوادة إنه بعد كل الصعوبات رح نمرق فيها بحياتنا لو شو ما كانت في عنا قيامة وفي عنا نور وفي عنا شمس بترجع بتشرق عن جديد وبتكفي الحياة. صحيح. شكرا. أنا بس بدي أقول شغلة صغيرة رنا إذا بتسمحي لي. أنا وقت اللي تأملت وكنت كتير حقيقة بحب هالأسبوع بسموه أسبوع الألام الجمعة العظيمة، تركت عمل يمكن أنت سمعتيه ونشكر الله أنك سمعتيه اسمه يا حبيبي، اللي بتمنى أن نقول أنا هيك عشت الجمعة العظيمة. رح يسمعون الناس بتصور وقت تحطوا لهم إياه يا حبيبي. الدراما الألام كلها سوا بتبلش من نهار يمكن التهليل والهوشعنا بالشعنيني وبتروح معنا للقيامة. بقى هيدي السيمفونية إذا بدي سميها أو ما بعرف السونات اللي بدي سميها، هيدا اللي طلع مني. بقى كل اللي بدي أقوله لشبيبتنا، بعرف إنه أسبوع الألام بقلكن شيء، خلوا هالشي اللي بدي أقولكن إياه يكون إبداع. عملوا شيء إبداع تتقولوا ليسوعكن اللي هو قاله بجسمه، قالوا بعرقوا، قالوا بدموا، قولوا له انتوا قد ايش تحبوه. مش بس انا بدي اقول له بيا حبيبي هالسيمفوني الحلو اللي بسميها او هالترنيم الرائع اللي رح يسمعوها الناس، مش انا بس بعرف اقول، انتوا كمان بتعرفوا تقولوا. قولوا، قولوا لاولادكم، قولوا لاخوتكم، قولوا لوطنكم، قولوا لبتركم، قولوا لكنيستكم، قولوا شيء مبدع اللي عمل كل هالابداع وكل هالسيناريو ما بيتركنا انه هيك مكتفين بس بنعرف نبكي بس بنعرف نقول. نعم. مثل بيلاطس شو طالع بايدنا يخي اعطونا عطشت وبدنا نغسل ايدينا. ما بقى بينقال بلا بعد بينقال. قولوا بطريقتكم، قولوا بالشعر، قولوا بالغنى، قولوا باصواتكم، قولوا بحبكم، بس قولوا. شكرا لك ابونا. ميرسي. المسيح قام حقا قام. شكرا لكم مشاهدينا ونحن شهود على ذلك. على ذلك. شكرا ابونا. الله معكم. دمعات بعيوني لا تزيد اللهيب، دمعات بعيوني لا تزيد اللهيب. يا بي لا تقسى سامحني يا بي، حبيبك لا تنسى يا الكل لك حني. يا بي لا تقسى سامحني يا بي، حبيبك لا تنسى يا الكل لك حني. ربي عم يدعيني تلبي النداء، لا تحاول تنساني بعرف رح تشتاق. بي انت بي وبقلبي بتضل، والله هو بي، هو بي الكل. مهما عنا يغيب، مهما عنا يغيب. يا ابني حنوني يا بي الحبيب، دمعاتي بعيوني لا تزيد اللهيب، دمعاتي بعيوني لا تزيد اللهيب. يا امي ويا عيوني حبيت اليسوع، لا تفتكر جنوني بترد الدموع. يا امي ويا عيوني حبيت اليسوع، لا تفتكر جنوني بترد الدموع. سكرت بالله وناسي كاسي حملت ايه، جيل بناس وقاسي ناسي هالانجيل. صلي لي يا امي يا أحلى الإمات، وإم تلاقي إمي بهالسماوات، عدرب الصليب، عدرب الصليب. يا إمي حنوني يا بني الحبيب، دمعاتي بعيوني لا تزيد اللهيب، دمعاتي بعيوني لا تزيد اللهيب. يا اختي ويا خيي ما بنسى الايام،
تبقوا طل علي حتى بالأحلام يا أختي ويا خي ما بنسى الأيام تبقوا طل علي حتى بالأحلام بدير البعيد مع ربي موجود ناطر عن جديد تصير العنقود بدير البعيد مع ربي موجود ناطر عن جديد تصير العنقود ما رح انسى الماضي لا تخاف يا امي ربي علي راضي رب يرضى بي ومن عيش بهنا عدرو بالسماء تذكرت أول يوم خدتك أنا عالمدرسة وعمرك 3 سنين وخايف عليك وهيك اطلعت في متل شي رجال بال50 وجقرتني جقرة ملك ومشيت وبدل ما تبكي أنا اللي بكي وتركتني عالباب بمشهد حزين متل كأنه أنا اللي عمري 3 سنين ذكرت وقت الجيت قلت لي بالمدرسة رفاقي خرطشوا عدفتري ورسموا على ورائي صار عنده رفاق يا دلي انقست وغرت وشعرت انك كبرت وفي حدا تاني ع مملكة عمري مرق والعمر زلزلي ريتك ما قلتلي ما قلتلي تذكرك مثل الملك طالع معي عالصيد ما بين تشرين وشهر كانون قوس النجم من الفلك وتوقع ببحيرة القرعون قوس النجم من الفلك وتوقع وتوقع ببحيرة القرعون ذكرت أول يوم خدتك أنا عالمدرسة وعمرك 3 سنين وخايف عليك وهيك طلعت فيي متل شي رجال
قلب الخمسين وشعرتني شقرة ملك ومشيت وبدل ما تبكي أنا اللي بكيت وتركتني عالباب بمشهد حزين مثل كأنه أنا العمري ثلاث سنين مثل كأنه أنا العمري عمري ثلاث سنين.